بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. التعليق على شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مما خص الله به هذا النبي الكريم محمدا صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا أعطاه الحوض والكوثر، والكوثر نهر يصب في الحوض، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، ترده أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو قائم عليه عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة. فهذا مما من الله به على هذا النبي الكريم وعلى أمته، هذا الحوض وهذا الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. نعم. وقال الشارح رحمه الله: الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر. نعم، والتواتر، لأن الآحاد والتواتر، التواتر يفيد اليقين، وأما الآحاد فإنه يفيد العلم لكنه لا يصل إلى حد اليقين. الآحاد إذا صح سنده ورواته فإنه يثبت به الحكم ويعتبر، وأما إذا تواتر، المتواتر فوق الآحاد. نعم. الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر، رواها من الصحابة 34 صحابيا رضي الله عنهم. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر. هذا مما استدل به على أن شارح الطحاوية من تلاميذ ابن كثير، وإلا هو لم يسمي نفسه وكان لا يعرف، لكن مثل هذه العبارة شيء يقول شيخنا عماد الدين ابن كثير، هذا يدل على أنه من تلاميذ الإمام ابن كثير. نعم. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. نعم. فمنها ما رواه البداية والنهاية، هذا تاريخ ابن كثير. نعم. فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. آنيته عدد نجوم السماء، وماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. هذا الحوض الذي يصب به نهر الكوثر. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن. أيلة بلد معروف، وبينها وبين اليمن مسافة، فدل على سعة هذا الحوض. نعم.
وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وعنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. ورواه مسلم. وهذا في الذين ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله، الذين ارتدوا عن الإسلام بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكنون من ورود الحوض يوم القيامة، رغم أن الرسول يقول أصحابي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فيقول سحقا لمن بدل وغير. نعم. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه فرفع رأسه مبتسما. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أغفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة، يعني نام عليه الصلاة والسلام. نعم. فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه نزلت علي آنفا سورة. نعم. فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. ثم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب، يختلج العبد منهم، فأقول يا رب إنه من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا في الذين ارتدوا عن الإسلام والعياذ بالله. نعم. ورواه مسلم ولفظه: هو نهر وعدنيه ربي، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، والباقي مثله. ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض، والحوض في العرصات قبل الصراط، ساحات، يعني العرصات يعني ساحات القيامة الساهرة حينما يحشرون فيها، الساهرة من أرض الشام. نعم. والحوض في العرصات قبل الصراط، لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. نعم، بل إلى النار والعياذ بالله. نعم. وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض. سابقكم، الفرط معناه السابق، فهو سابق إلى الحوض عليه الصلاة والسلام. نعم. والفرط الذي يسبق إلى الماء. نعم. وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم: فسمعني النعمان ابن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت من سهل؟ فقلت: نعم. فقال: أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها، فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنهم لا تدري ما أحدثوا بعدك،
فأقول سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا أي بعدا. نعم، مكان سحيق يعني بعيد. نعم. والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الاتساع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر. وفي بعض الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع، وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجوهر، فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضا، وإن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أعظمها وأجلها وأكثرها واردا، جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. آمين. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون، في أحوال الآخرة. نعم. قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله في التذكرة: واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر، فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. قال أبو الحسن القابسي: والصحيح أن الحوض قبل. قال القرطبي: والمعنى يقتضيه، فإن الناس يخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم، فيقدم قبل الميزان والصراط. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله في كتاب كشف علم الآخرة: حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد الصراط، وهو غلط من قائله. قال القرطبي: هو كما قال. ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض. نعم. ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض، بل في الأرض المبدلة، أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على ظهرها أحد قط، تظهر لتزول تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء. انتهى. نعم. في يوم القيامة ينزل الله جل وعلا لفصل القضاء بين عباده، ينزل نزولا يليق بجلاله سبحانه، مثل الاستواء، استواء يليق بجلاله، فلا تمثل أفعاله وصفاته بأفعال وصفات خلقه. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. والواجب الإيمان بما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كانت العقول لا تدركه، فالواجب التسليم ما دام صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تتردد في قبوله ولا تتشكك فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم. فقاتل الله المنكرين لوجود الحوض وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده
يوم العطش الأكبر. نعم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. الشفاعة هي الوساطة، هي الوساطة في قضاء الحاجة عند من هي عنده، عند من هي عنده، يتوسط من يتوسط من يشفع في قضائها لأهلها. والشفاعة حق، الشفاعة حق لا ينكرها إلا أهل الضلال. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بشرطين، الشفاعة عند الله لا تقبل إلا بشرطين: أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله. نعم. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع. نعم. منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وهي الشفاعة العظمى والمقام المحمود، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهي الشفاعة العظمى، يشفع صلى الله عليه وسلم عند ربه في أن يفصل القضاء بين عباده، لأنهم يحشرون ويتضايقون ويأخذ منهم العرق وتدنو منهم الشمس، فيشتد عليهم الأمر فيقولون: انظروا من يشفع لنا عند ربنا حتى يريحنا من هذا الموقف. فيأتون الأنبياء واحدا واحدا، وكلهم يعتذرون، وكلهم يذكر أنه له عذر يمنعه من الشفاعة. فيأتون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، أنا لها. فيخر ساجدا بين يدي ربه عز وجل، ويستمر ساجدا يدعو ربه حتى يقال له: يا محمد ارفع راسك وقل يسمع واشفع تشفع. حينئذ يشفع للخلائق في أن يقضي الله بينهم ويريحهم من كرب الموقف. وهذه هي الشفاعة العظمى والمقام المحمود المذكور في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود، يحمده عليه الأولون والآخرون. نعم. في الصحيحين وغير في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه، فنهس منها نهسة، ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدم،
فيأتون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. وذكر كذباته: نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: هكذا هو، وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم فآتي تحت العرش، فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، اشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي. فيقال: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى. أخرجاه في الصحيحين بمعناه، واللفظ للإمام أحمد. والعجب، كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم، ف
فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث. يقولون من يدخل النار لا يخرج منها، وكذبوا في هذا، فإن الله يخرج من النار قوما امتحشوا وصاروا كالفحم فيلقون في نهر الحياة فتنبت أجسامهم وتعود إليهم قواهم، هذا ثابت في الحديث. نعم. وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصور: ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله. لكن من مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم محمدا، فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفحص، فيقول الله: ما شأنك؟ وهو أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم. فيقول سبحانه وتعالى: شفعتك، أنا آتيكم فأقضي بينكم. قال: فأرجع فأقف مع الناس. ثم ذكر انشقاق السماوات وتنزل الملائكة في الغمام، ثم يجيء الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء، والكروبيون والملائكة المقربون يسبحونه بأنواع التسبيح قال: فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه، ثم يقول: إني أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا، أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم، فأنصتوا لي، فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم؟ إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه، وذكر نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدا صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فآت الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي ويرحب بي فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له ساجدا، فيأذن لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه، ثم يقول الله لي: ارفع يا محمد واشفع تشفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم: ما شأنك؟ فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل: قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره، والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. النوع الثاني والثالث من الشفاعة: شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة،
وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها. النوع الرابع: شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم، وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة، وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. النوع الخامس: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب، ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، والحديث مخرج في الصحيحين. نعم. النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع: فإن قيل فقد قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، قيل له: لا تنفعه في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. النوع السابع: وإنما تنفعه في تخفيف العذاب عنه. نعم. النوع السابع: شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول شفيع في الجنة. النوع الثامن: شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها أو فيخرجون منها، وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث، وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث، وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا، وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك، وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض فيأتون آدم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيأتون موسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد، فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن،
فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقال: انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان، فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. قال: فلما خرجنا من عند أنس قلت: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة وهو جميع، فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك، فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا، فقلنا له: يا أبا سعيد، جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة. فقال: هي. فحدثناه بالحديث، فأتينا إلى هذا الموضع فقال: هي. فقلنا: لم يزد لنا على هذا. فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة، فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا. فقلنا: يا أبا سعيد فحدثنا. فضحك وقال: خلق الإنسان عجولا، ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال: ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا رب ائذن لي في من قال لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وهكذا رواه مسلم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يشفع يوم القيامة 3: الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: فيقول الله تعالى: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث. ثم إن الناس في الشفاعة على 3 أقوال: فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا، كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة: إنهم يأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام:
اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب، فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول: أي محمد، ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فأقول: ربي أمتي، فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدا. ذكر هذا 3 مرات. وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل، فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان، يقسم على الله بأحد من مخلوقاته، فهذا محذور من وجهين: أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا، ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم. فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد يستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الماشي إلى الصلاة: أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو الذي أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل: ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل ولقد أحسن القائل فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك؟ نقف على هذا. أبشر. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري، فيما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ذكرتم حفظكم الله أن هؤلاء هم الذين ارتدوا عن الإسلام، فهل يدخل فيهم أيضا أصحاب البدع من البدع المكفرة؟ نعم، هؤلاء يدخلون البدع المكفرة، ما هي البدع التي دون ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل هناك فرق بين الحوض وبين الكوثر؟
الكوثر هو النهر الذي يصب في الحوض، نعم، والحوض هو المكان الذي يجتمع فيه الماء الذي يصب فيه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أهل الكبائر هل يذادون عن الحوض أم أنه لا يذاد عنه إلا الكفار؟ الله أعلم بذلك، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المسافر إذا دخل الصلاة بنية القصر فزاد ركعة نسيانا، فهل يتمها أربعا أم يسجد للسهو؟ يسجد للسهو ولا يتمها أربعا، يسجد للسهو، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذين يشهدون أن لا إله إلا الله ويقولون: إنما نؤمن بقلوبنا ولا نصلي ولا نصوم، لا نحتاج إلى ذلك، يكفي ما في القلب، هل يدخلون في الشفاعة؟ لا، هؤلاء ليسوا مسلمين، يكفي ما في القلب ويتركون الأعمال، من قال هذا؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما سبب إنكار الخوارج والمعتزلة لأحاديث الشفاعة، الشفاعة لأهل الكبائر؟ سببه الضلال، أنهم لا يعتمدون على الأحاديث، إنما يعتمدون على عقولهم وأفكارهم، لا يعتمدون على الأحاديث الصحيحة، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم هو من يسقي الناس من حوضه يوم القيامة؟ نعم، يسقيهم بيده عليه الصلاة والسلام، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجوز المرور أمام المصلي؟ يجوز إذا وضع أمامه شيء يحول بينه وبين المصلي، يجعل شيء بينه وبين المصلي ويمر من ورائه، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أعمل في مطعم مديرا تنفيذيا للمطعم، وأتقاضى من صاحب المطعم راتبا شهريا ونسبة من الأرباح، فهل هذا الأمر جائز؟ إذا اتفقتم على هذا، المسلمون على شروطهم، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يكثر بين بعض الشباب اللباس الذي يكون فوق الركبة وربما أخرج شيئا من الفخذ، يقول: فهل هذا الأمر جائز وما حكمه؟ ليس بجائز، الركبة من العورة، فالعورة من الركبة فما فوق، والركبة من العورة، نعم، الحد داخل في المحدود، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل نذر نذرا وهو قال: لله علي نذر ألا تزور زوجتي والديها لمدة سنة، فما حكم هذا النذر وهل عليه التكفير عنه؟ هذا نذر باطل، هذا ما هو نذر، النذر ما كان في الطاعة، وهذا قطيعة لا يكون نذرا، عليه أن يستغفر الله ويأذن لها بزيارة أهلها، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، يقول: ما معنى كمفحص قطاه؟ مفحص قطاه يعني الذي تتخذه القطات مكانا لها تأوي إليه وتقع فيه
وهذا من باب يعني من باب التمثيل، وإلا مفحص القطاة معلوم أنه لا يسع للصلاة، ولكن هذا من باب أن الله جل وعلا يعظم أجره ولو كان قليلا، الأجر العمل الصالح ولو كان قليلا يثيب الله عليه الثواب الكثير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما تفسير قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين؟ الدين ليس فيه شيء مكروه، الحمد لله، الدين كله خير وكله بر وكله إحسان، ليس فيه شيء مكروه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم أخذ الأجرة على تلاوة القرآن عند العزاء؟ عند العزاء هذا بدعة ولا يجوز، ما يتخذ القرآن للعزاء وتجعل مناسبات العزاء ويحضر الناس، هذا كله بدعة. العزاء إذا لقيت المصاب قل أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، هذا الدعاء الوارد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: متى يجوز أو يستحب هجر أصحاب الكبائر ومتى يمنع من ذلك؟ يقول: متى يجوز أو يستحب هجر أصحاب الكبائر ومتى يمنع من ذلك؟ أصحاب الكبائر إذا كانت كبائرهم لا تخرجهم من الدين فهم مسلمون، لا يهجرون، ولكن ينصحون عن سيئاتهم وذنوبهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: مر في الحديث يخرج من النار قوم لم يعملوا خيرا قط وأنه يشفع فيهم، هل هؤلاء كانوا مسلمين ويصلون؟ الله أعلم، يمكن الله أعلم أنهم من أصحاب الفترة، من أصحاب الفترة التي ليس فيها رسول. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: كيف يلقن الشهادة من قارب الوفاة، وهل يكرر عليه هذا الأمر؟ لا، يرفق به ويقال عنده لا إله إلا الله لأجل يسمعها ويتذكرها، ولا يقول له قل، لأنه ربما إذا قالوا له قل وهو مشغول بالموت والسكرات أنه يغضب أو أنه يمتنع فيعرض له تعريض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من كان عاقا لوالديه أثناء حياتهما ثم تاب بعد وفاتهما، فما الواجب عليه؟ الواجب الإحسان إليهما بالدعاء لهما والصدقة عنهما والحج والعمرة عنهما، يبر بهما بالأعمال الصالحة التي إذا تقبلها الله يصل ثوابها إليهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجب على المسلم أن يصل جيرانه؟ نعم. هل يجب على المسلم أن يصل جيرانه؟ هذا مستحب، هذا من حق المسلم على المسلم، باب الإحسان، باب الإحسان، وأيضا لأجل الترابط بين المسلمين والتآلف بينهم. نعم. جبلت القلوب على حب من أحسن إليها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا علم الولد أنه لم يعق عنه في صغره فهل يجوز له أن يعق عن نفسه إذا كبر؟ فات محلها، هذه سنة فات محلها، وهي من حق الولد على والده وقد فات. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: عندنا رجل تخرج وحصل على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة، ويقول لنا في مقارنة بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول لنا في درسه إن هناك فرقا بين الشيخين، فالشيخ ابن تيمية لم يكفر أعداءه كما فعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع مخالفيه. هذا كذب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ ما كفر أحدا إلا من كفره الله ودل الكتاب والسنة على كفره، ما كان الشيخ يكفر إلا من كفره الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله هذا واضح أنه كافر، ما كفر الشيخ إلا أمثال هؤلاء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: إذا شككت في مسجد أن فيه قبرا، فهل يجوز لي أن أصلي فيه؟ إذا لم تعلم أن فيه قبرا فصلي فيه، إذا لم تعلم فصلي فيه، مجرد الشكوك ومجرد أن تخاف أن فيه قبر هذا ما يمنع أنك تصلي فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: هل يجوز للمرأة أن تدخل إلى المسجد لحضور الدرس؟ أن تدخل إلى المسجد لحضور الدرس؟ أي نعم، لكن تكون في مكان منعزل عن الرجال. نعم. المرأة الحائض، تسأل امرأة حائض تسأل تقول: هل يجوز لي أن أدخل إلى المسجد وأنا حائض؟ الآن ما حاجة إلى دخولها للمسجد، تسمع الدرس وهي بسيارتها ولا في مكان يعني خارج المسجد، ما حاجة إلى دخولها المسجد، مكبر الصوت يبلغها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم وضع غصن من الشجر على قبر الميت بعد مرور 40 يوما؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، إنما الرسول صلى الله عليه وسلم وضعه، الرسول له صفة غير صفة غيره، وأما غيره فلم يرد أنهم يضعون الشيء الأخضر على القبر من أجل أن يخفف عنه، أو ما ورد هذا، ما كانوا يفعلونه، إنما هذا خاص بالرسول لأنه علم أنهما يعذبان، قال: وما يعذبان في كبير، أما إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا ذهبت لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلست في المدينة 5 أيام، فهل كلما دخلت المسجد في الصباح أذهب وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذا عند القدوم سلم عليه، عند يعني بعد القدوم مباشرة ويكفي هذا. نعم. لأنه لا يتردد على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما مرة واحدة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: نحن من طلاب المنح وقد قاربنا على التخرج من كلية الشريعة، فما نصيحتكم لنا في ذلك وفقكم الله؟ أنكم إذا ذهبتم إلى بلادكم تنشرون العلم فيه والدعوة إلى الله وتعليم الناس العقيدة الصحيحة. نعم، هذا الواجب عليكم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرجل: لقد حصل هذا الأمر صدفة، يقول: هل هو قول جائز؟ صدفة يعني نادر، قصده أنه نادر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم في شيء ففي 3، وذكر منهم المرأة والدابة، يقول: ما المراد بهذا الحديث؟ واضح الحديث،
أن هذه الثلاث قد يخلق الله فيها شرا، قد يخلق الله في هذه الثلاث شرا، فإذا حصل شيء من ذلك فيفارق هذه الدابة وهذه الدار أو يطلق هذه الزوجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التفضيل بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ هل التفضيل حسب ما ورد؟ حسب ما ورد، إذا كان يفضل بدليل من الكتاب والسنة فلا شك أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض عليهم الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل مجرد وجود الخوارق على يد إنسان يدل على صلاحه وأنه صاحب خير؟ الخوارق إن كانت على يد رجل صالح فهي خير، وإن كانت على يد رجل سيء فهي غرور واستدراج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها تركت الصلاة لمدة 5 أيام ظنا منها أن الدم الذي معها هو دم نفاس، وتبين لها بعد ذلك أنه دم فساد، فهل تقضي ما تركته من الصلوات؟ بلا شك تقضي ما تركته من الصلوات. نعم. ثم تسأل حفظك الله: كيف تقضي تلك الصلوات؟ هل كل صلاة مع الأخرى؟ لا، في مكان واحد تقضيها، في مكان واحد حسب استطاعتها، وإلا تجزئها على فترات تقضيها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: صفوف النساء في الصلاة، هل يجب سد الفرج فيما بينهن؟ نعم، صفوف النساء كصفوف الرجال، لا يدعن بينهن الفرج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من قتل نفسه فهل يعد مسلما وهل يصلى عليه؟ يعني من قتل نفسه لا يصلي عليه أهل الفضل الذين يقتدى بهم من أجل تنفير الناس عن هذا الفعل، وأما غيرهم من المسلمين فيصلون عليهم ولا يتركون بدون صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما نصيحتكم للإخوة وللأخوات الذين يحضرون دروسكم وبالرغم من هذا يحذر بعضهم من بعض ويقاطع بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا لبعض المسائل، ما النصيحة في ذلك؟ النصيحة أن يصلحوا ما بينهم وأن يتواصلوا ولا يتقاطعوا، في هذا علاج وخير والحمد لله، تعاون على البر والتقوى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندما يأتي ضيف إلى شخص فإنه يقول: زارتنا البركة، فهل في هذا محذور؟ باب التفاؤل لا بأس به، ذلك يطيب خاطر الزائر، فهذا لا بأس به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: المصاب بالزكام أو بما يسمى بالإنفلونزا، هل يباح له ترك صلاة الجماعة خوفا أن يعدي الناس؟ لا، ما يترك صلاة الجماعة، لكن يضع على أنفه شيء يمنع النفس والإفرازات، يضع على أنفه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز هذا الدعاء وهو أن يقول: أسألك بحق؟ هل يجوز الدعاء بهذا وهو أن يقول: أسألك بحق السائلين عليك؟ هذا ورد في الحديث، والحق حق السائلين عليه أن يجيبهم، والله جل وعلا يجيب السائلين، وهو حق أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد عليه سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كانت الرقية
مكتوبة من القرآن، فهل يجوز تعليقها على الصبي؟ إذا كان يباشر بها النجاسات والقاذورات فلا يجوز، أما إذا كان إنه يتحفظ بها ويصونها فلا بأس بذلك. نعم. على أن بعض أئمة الدعوة يمنعون من تعليق حتى من القرآن، يمنعون من تعليق هذه الأشياء حتى ولو كانت من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل للصدقة عن الميت في يوم الجمعة مزيد فضل؟ لا، الصدقة وقت الحاجة، يوم جمعة أو غير يوم جمعة. نعم. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم أن أصنع وليمة وأجعلها صدقة عن الوالد رحمه الله فأوزعها للفقراء؟ طيب، شيء طيب، طعام الطعام هذا شيء طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل من اللازم لمن أراد دخول الإسلام أن يفهم شروط لا إله إلا الله أو يكفي مجرد نطقه؟ ينطق بالشهادتين ويؤدي الصلاة وأركان الإسلام ويتعلم أمور دينه شيئا فشيئا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الإخبار عن موت الميت في المسجد عن طريق المكبرات، هل هو من النياحة المنهي عنها؟ إذا كان لأجل الصلاة عليه والدعاء له هذا طيب. الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بأصحابه وصلوا عليه صلاة الغائب، فإذا كان المراد من إخبار بموت الميت الدعاء له وحضور الصلاة عليه هذا شيء طيب. نعم. وفي المسجد وغيره يعلن وفاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: جاء في بعض التفاسير في قوله تعالى: إني متوفيك ورافعك إلي، أن التوفي هنا بمعنى النوم، وأن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء نائما، هل هذا التفسير صحيح؟ الله أعلم، لا أدري. نعم. فضيلة رفع الشيخ إلى السماء، هو قبض ورفع إلى السماء حيا عليه الصلاة والسلام. نعم. أما الكيفية الله أعلم بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة ألعاب في المسجد للأطفال في نهاية الأسبوع لأجل الترفيه لهم؟ هو المسيح عليه السلام تآمرت عليه اليهود وأرادوا قتله وحضروا لقتله، فألقي شبهه على الذي دلهم عليه، ألقي شبه المسيح على الذي دلهم عليه فأمسكوه وصلبوه وقتلوه، وأما المسيح فقد رفعه الله إليه وسلم من شرهم وهم لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم إقامة ألعاب في المسجد لأجل الأطفال لتشجيعهم على الحضور إلى الصلاة؟ لا يجوز، المسجد ما يقام فيه ألعاب ولا يدرب الأطفال على الألعاب في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصورة جماعية بعد الصلاة ما حكمها؟ هذه بدعة، هذه بدعة ولا تجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا كان من عادة أهلي أنه تجلس النساء مع الرجال وليسوا محارم لهن، هل يجوز لي أن أجلس معهم؟ إذا كانت النساء مختلطات بالرجال فهذا لا يجوز، أما إذا كانت النساء على حدة والرجال على حدة فلا بأس بذلك. نعم. مع تستر النساء ولزوم الحجاب. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أم الناس أقرأهم لكتاب الله، هل المراد بالأقرأ هو الحافظ أم المتقن أم ماذا؟ أقرأهم يعم أكثرهم حفظا، ويعم الذي يجيد القراءة أكثر من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص نسي، هل أخرج زكاة ماله أم لم يخرجها؟ فما الواجب عليه؟ الواجب عليه يخرجها ما دام شاك في إخراجها، يخرج من الشك باليقين، لأنه ركن من أركان الإسلام. إلا إن كان عنده وسواس، مصاب بالوسواس والنسيان، فلا. نعم. فضيلة هذا يوكل من يخرجها عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الإنسان يصلي لكن صلاته لا تنهاه عن الفحشاء والمنكر، يقول فما الواجب عليه في ذلك؟ يصلي الحمد لله، ما دام يصلي يرجى له الخير، ويرجى أنه يترك المنكر والفحشاء. الصلاة خير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: ما حكم البيع عن طريق التقسيط والزيادة في الثمن لأجل ذلك؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، ما في شك. بيع المؤجل أو مثل بيع الحاضر، المؤجل يزود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: من باع سلعة يعلم أن فيها عيبا، فهل يجب عليه أن يبين هذا العيب للمشتري؟ أي نعم، ما دام يعلم فيها عيب لا بد أن يذكر العيب للمشتري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا السائل يقول: الخطبة، خطبة الجمعة، هل يجب أن تكون باللغة العربية والذين أمامه لا يعلمونها أو لا يعرفونها؟ يلقيها باللغة العربية وتترجم للحاضرين أو لبعض الحاضرين، هي تلقى بالعربية ثم تترجم لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك رجل قد اعتزل الناس ولا يخرج حتى لصلاة الجماعة، ويقول إن المنكرات قد كثرت، فهل فعله هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. وانصحوه يخرج يصلي مع الناس، ولا يعني يشتد به اليأس وينحبس عن الناس وعن المسجد، هذا من الشيطان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: يسكن معي في الغرفة رجل يتعاطى الخمر، وقد نصحته في ذلك كثيرا، سؤاله: هل يجوز لي أن أؤكله وأشاربه وأجلس معه في طاولة واحدة؟ لا، ابتعد عنه، لا يسكن معك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا رأى الإنسان أوراقا تحتوي على اسم الله عز وجل، وهي أوراق ملقاة في الأرض، هل يجب عليه أن يرفعها؟ إذا رأى فيها آية أو حديث أو رأى اسم الله فإنه لا بد أن يرفعها. أما إذا لم يرى شيئا ولكن يقول أخاف فيها، فليس مكلفا بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: العدل بين الزوجات لمن كان معددا، هل هو واجب في كل شيء؟ واجب في الكسوة والمبيت والمسكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أوقظ ولدي لصلاة الفجر، أوقظه مرة واحدة ثم أذهب إلى المسجد، يقول أحيانا كثيرة لا يستيقظ، هل يجب علي أن أقف عنده؟ لا تذهب إلا وهو معك، لا تذهب إلا وهو معك، ولا تعوده التثاقل. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم بيع القطط؟ لا يجوز، نهى عن بيع الهر، لا يجوز بيعه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يسأل يقول: إذا أسلم الكافر وكان اسمه معبدا لغير الله، هل يجب عليه أن يغيره؟ أي نعم، يجب عليه أن يغيره. غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء رجال كثير، غيره بعد إسلامه. نعم، انتهى وفقك الله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.